السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حيهم. اليوم طالع على الحلو والله عمري ناوي المشكلة ما وقفت والله اني كل يوم اطلع والله كل ما بغيت ودي اصور تصوير يطلع صح لكن انا مايك يصير عطلان حقت التحويلة خبركم تنزل مقطع بو هوا ما يصلح. وصلت عندي الحين القطعة طلبتها توفرت قلنا يلا نصور لكم ونعتذر عن القطع. والله العظيم اني انا ما عجبنا وضعنا القطع عليكم لكن مو بيدي والله السبب المايك. المايك اصد قروش بسم الله. هذا جديدنا ما شاء الله. عاد نوع الريس 2016 اللي ذكرته لكم يعني كم قبل كم شهر اول ما شريته. ارجعوا قبل شوفوا السواقه قبل شوفوا الحين ما شاء الله كل شيء يجي بالتدريج ما شاء الله. شوفون احلى طلال هذا الريس جوه حلو. انا ضد اللي يقول انه ممل او زي كذا ممل. انت اخذت الدباب مهم من رغبه خذ الدباب من رغبه وله الله واطمح للي توصله يعني براسك استعرض خلاص عندك الدباب استعرض اطلع كثر طلعات تعلم حبه حبه راح توصل اللي تبيه زي ما انا بديت يعني حبه حبه الحمد لله ان شاء الله قادم افضل يعني ان شاء الله باذن الله نتفائل يعني ما الصبر يجي المستوى افضل من الحين بعد على انه الحمد لله يعني كبدايه لي بالمستوى ذا يعتبر الحمد لله كويس وان شاء الله نتمنى الجميع بعد يكون افضل وافضل. وعاد فيه ما شاء الله اكيد كباتن قبلنا كلنا يعني بالريس مبدعين بها لكن ان شاء الله حنا كلنا نكمل بعض يعني كل واحد يبدع يبعد انا هوايه عن سلبيه يعني تقول انا ازين من فلان او فلان ازين من غلط مضبوط سديتها هذا الطريق ظلام شوي ابدور ابرجع ناس المكان اللي اول فلوق لي على الريس قلت فلوق التعليم وزي كذا يعني اول فلوق يعني اللي طلعت وصورته اول شيء الحين اوريكم هذا ديور. شوفوا دامي ابوهم ديور انتبهوا دائما شفت الرصيف الكسره هذه لا تاخذ الا وانت شد دينك وعلى طول خذات كذا امسك شد دركسون صح لان ترى لا رخت ايدك تبي يجدعك الدباب انتبهوا ترى خطره سواء حفره سواء طرف رصيف طالع حصات اي شيء كسرت شارع حاول لا تخلي يد واحده فاكه شدهن كل ما تحكمت بالدباب ومسكته وصرت ما يعني مركز كل ما قدرت تتمكن منه يعني ان شاء الله نقول ما راح تواجه مشاكل او اي او اضرار ولا اي شيء. عاد هنا المفرق عاد انا عندي فتح هنا بخوذك انت جرب موقع المايك حفرت لنفس القزاز وطلعت تنسم هواء لكن ابى سكره قريب ان شاء الله وان شاء الله يطلع عاد يروح صوت الهواء زي كذا قلنا ما ودنا نقطع عنكم والله العظيم قلت خلنا اصور والله وجودكم شرف لي وسعاده والله مثل ما تحمسون عندي يعني زي كذا راح ابد والله نحاول بقدر المستطاع انه ما نقطع عنكم. شوف الحين كم امشي 30 من الهادي بجرب شوفوا بسم الله ما شاء الله احلى منظر شلون شوفوا قبل الفيديو شوفوا الحين قبل ما شاء الله عاد خليت الدبه انا ستوك لان الفتره دي اصد
هماها انت بدأت تعلم وكثير الرف عندك يعني دبستوك تصير هادية عشان ما تزعج اللي حولك. والحمد لله الحين صار كنترول نقول الحمد لله كويس، وان شاء الله القادم لي ولكم ان شاء الله يعني اشياء زين. ابن داور ما شاء الله عاد شوفوا ولا خلى لا ديوار توريتكم وش الفرق بين 750 و 600 و 1000 وش الفرق. شوفوا الحين برفع بواحد بحاول على سرعة، بحاول ان شاء الله على 20 وكذا بحبس بسم الله. طبعا الحين بواحد، واحد على 1000 تعتبر صعبة تراه، بس الحمد لله دائما قبل ما يطب الدباب دس عشان ما يصبخ صبخ قوية عشان ما يتفقل عليك أصوف، عشان تحافظ على مساعدات وأصوف وزي كذا. خلنا نوريكم وش الفرق بين وش ميزة الألف. شوف الحين ماشي كذا حبسة واحدة، شوفوا شو بزين ما شاء الله. شوفوا يلا شوفون على الف يعطيك ما شاء الله فل باور. نبي نحاول نهدي اكثر شيء باذن الله. طبعا كل ما هديت يبدأ الدباب يقول كذا، بعدين انت وياه تبدأ تحاشر انت وياه لين ما خلاص صار عندك فل التوازن، لان كفر الريس مو هو بعدال جايك كذا ويبدأ يقول بك غصب حتى لو نسمت وذا نفس الطريقة، تبدأ خلاص تكنتر بيدك وتوزن بجسمك. نبي نرفع الحين رايح كذا، بعدنا بنتمشى بالديرة نعلمكم اللفات وزي كذا. يلا بسم الله. طبعا رفعنا قبل 2 وزي كذا، بحطه بثالثه وبرفع. يلا ما شاء الله احلى طلاله شوفون. يا سلام اسمع نغمة استوك غير. يلا عاد بنلف منا زي ما عطفات ذول، خلاص خليك على وزنه واحدة بالدعسه ولا تخاف لا تخاف، الخوف دائما هو اللي يربك ويسبب لك مشاكل، بس حط خليك حريص بس لا تخاف سواقت وكذا. يلا 4 زي كذا 5 6 هذا العداد، هنا هذا الطبلون الين 6 هذا العد الكتروني. عاد عندي اللمبه ذي الاف 1 حساس الشكمان عندي خربان عشان قصيت الدبه قبل عليه دبه صوت ورجعت الوكاله طلعت عندي اللمبه، لكن خليتها ما فيها اضرار عادي. بسم الله احلى شيء. شغلت فليشر وطفيته
عشان اللي وراي ينتبه. طبعا المكان ذا يعني ما فيه مواتر كثيرة، يعني تعلم على راحتك. بس هذا بعد يجونك من ناس من برا الديرة، يصير بيلحق على شيء دوام أو شيء، يجيك مقلع وانت رافع ما يشوف اللي قدامه. لكن إذا شغلتها فليشر على الأقل تعطي رؤية، وانت لازم تصير بعد تنتبه، تنظر مراية، تلتفت تشوف اللي وراك عشان تتفادى أي شيء. طبعا زيادة الدورات ذولي صير الشارع ناعم، حطه باثنين وخلك على وزنة بواحدة بالداس، لا تدوس وتفق، لان لو تدوس ترى بيبوش معك ويزلق بك. خلك رايق وتلفت من اليمينك وجايك، ودائما توقع اي شيء حتى لو واحد له الطريق او لك هند. بعضهم يراون ثم يخطم عليك، ثم الدباب يصير الفرامل عندك قدام قوي، حتى لو ضغط ورا ما يمديك اصلا، يعني هو بيبلاك. يعني خلك مركز دائما، خلي عيونك 100%، بدل ما هن 6 على 6 خلها 100%. عسر يسر بعد. هذا الشارع عنيزة حي الفهد، ما شاء الله عاد كل فترة وفترة يطلع محلات جدد ومشاريع حلوة. هذا وقت الياقة. ايش بعد؟ ايوه ايوه لا تلف علي. شو ما في اشارة ولا شيء. خلنا اروح عنك. شكرا يا رعلك سيرة يا حليلة الصغيرة ذي. ايوه ابعد عن طرف الرصيف دائما، خلك هنا، خلك امورك بالسليم، لان ذا بلي والله العظيم اللي مستو يسدحكم انتوه، يسدحكم بحالة واحدة لا صرت مهمل. يا مدير كلب، والله مشكلة السواقين، شوف شلون فارمل وقعد انتظر فترة ما في احد خطم على شيء. اخ بس والله العظيم حريمنا وبناتنا ازين منهم سواقة، نفتك وحتى ياخذ السواق ويعطونه موتر جديد ويعدم امه. مالومة والله اهلهم الاهل يعني اللي يجيبون سواق، يعني ظروف وزي كذا. لكن خلاص الحين دام ما شاء الله سمحوا والقيادة، وشفنا والله بعيننا يعني حريم والله يسوقن يسوقن ما شاء الله أزين بعض الأوادم. يعني في شباب أصدق قدوم، في شباب لا والله، وفي حريم كذا وكذا، لكن نقول سواقتهم زينة والله. أيوه السلام عليكم. هذا معاكس، شوفون السهم وين معاكس، هنا طريق عكس. الله مشكلة مشكل زيادة، أقول طريق عكس ما يفهم. الله العظيم بو سهم وكل شيء، الله سواقين. آخ بس عط واحدة خفيفة تزحلق. لكن هنا ما ودنا صد يعني الشوارع عند العالم وزحمة، يعني نظاما ابعد، انا ارفع بس ابعد عن السيارات زي كذا، خليك على الاقل موتر الحالة واحد، بس زحمة هنا لا والله. شوف ما شاء الله الشارع ذا حي، حركة كله، اللي يمشون واللي يتقهون كفوهات ما تسمى. مظبوط والله، والله امس طلعت يا شيخ ابغى اصور فلوق، وعلى اني بطلع انا وربعي، ثبتت القاعده حقت الكاميرا يوم قضيت مثبته، قلت ابغى امغط الرفيجي ببريده يوم ذا على ذا نلعب، قلت خلنا بصلي ثم اروح. يوم وقفت عند المسجد وما لقى قاعده الجوال، ما لقيته هنا. اوه ويضيق صدري، ضاق صدري اصد، واقعد ادور وارجع، حست المكان يعني خلال ساعة درته 5 مرات نفس المكان. طبعا المكان ذا اللي بعنيزي عارفوه
من إشارة الخندق إلين الكوبري حق كيان دور معه رايح جاي 5 مرات، ثم ريحت عبيت بنزين ودورت مرة ثانية نفس الطريقة عجزت ألقاه. حطيت البحث هذا اللي كلود متش قال له يطلع لي آخر إحداثية للجوال غير المكان اللي أنا ما رحت المكان نفسه هذا اللي طيحهم. شلون بوصف لكم أي تعبير أي وصف صح؟ أنا بطرق علي مضبوط نفس اليوم ذا هناك طايح الجوال، هو معطين طلعة تمس بإحداثية آخر شيء يقول إنه بطريق المذنب، وأنا أصلا ما رحت بنفس اليوم اللي طيح الجوال ذا، ولا حسمه وأدور منه وأدخل من طريق جوال ثاني عجزت آخر شيء قلت يلا نشري جوال شكرا الله. وعاد قبله فترة ضايعين جوال بعد ثاني من الشنطة اللي تحط على فخذ سحابات، طبعا على اني مقفل السحاب وانا قفلته كنت امشي والله مسرع شوي، وصلت في طلعة كانت توجيه في المذنب مراقب وزي كذا رحنا الريس قلت انا غير جو. طبعا المدخل ذاك محزم بوزفلت يعني تروح انت بالدباب عادي. يوم وصلت عند الدوار هناك مذنب وانظر شنطتي فاضية بوكي اغراضي طايح وحالتي حالة يضيق صدري وارجع معاكس كذا الطريق، اول ما لقيت البوك قلت الحمد لله بطاقات استمرت الدباب واحوال وكل شيء عشان اعبي بنزين بعد بطاقة وزي كذا، قلت ابي جوالي انا مضبوط ابي مفاتيح حق موتري ومفتاح اللي يحط به المكان الدباب ما لقيته، رحت رايح جاي ولا لقيته الى الظهر ما لقيته، ويجي واحد من ربعي جزمه قال جوه يحيى خلنا نروح نشوف عنه ان شاء الله نلقاه، قلت يا فلان قال ابد روح ونمشي مع الطريق ذا المذنب رحت بالموتر طبعا نمشي 80 كذا مسكين اليمين ومرنا تمام ما حولنا اي موتر ونمشي زي ما ادري فجأة دوب يضربنا من ورا شيء قعدنا نترعص بالموتر شوي انكتمنا انا وخوي ضرب الدرجة اللي اليمين يا حول وذا جت كدمات خفيفة لكن الحمد لله استرنا الله. طلع واحد اللي صدمنا يا حول بعده يعني طلع هو خطأ 100% عليه، يوم سألته قلت شلون فجأة يعني ما سمعت صوت فرامل ولا شيء، قال والله اني متكسف قبل ما اجيك وجت وغفت عينه وصبخنا لكن الحمد لله سترنا الله وصلحنا هيلوكس والحمد لله كل حال وعسى الله يعوضنا ويعوض اللي صدمه. لكن اقول لكم حواسين الفترة ذيك عشان تذلة تلمونا قاطع بعده جاء المايك كانت مع الخوذة مضبوط وكانت الخوذة تحت رجل خوي مضبوط، بعد فترة اكتشف السلك حق المايك نفسه منعفض السنة نفسها طلعت خربانة ما توصل الصوت، واجي رحت بطلبه طلع مقفل ذا نفسهم عندهم بالامازون ما غير متوفر قال توفر بتاريخ معين، قلت يلا انتظر حول شهر وتوفرت واطلبه قعدت 15 يوم وجت يوم جت خلاص على اني بصور امس وصار لي يوم ضيع جوالي قلت يلا عوافي لعله خيره، دائما اي شيء تعطيله ترى دائما يعني نقول خيره الحمد لله واحد دامه بصحته وعافيته كل شيء لحقنا عليه سواء وناسه سواء رزق لك سواء شغل سواء توفيق سواء شيء انت براسك بخاطرك يعني توصله كل شيء بعد الصبر يجي، وما جاء الحمد لله على كل حال وان شاء الله دائما نحط اتفاق انه يجي هالشيء. طبعا هذه ما شاء الله شوفوا لعب كورة هذا ملعب زي كذا، طبعا المطبات زي كذا يعني نص نص يعني مو باللي عليها خاص عادي تاخذه كذا ترى ما يضر يعني تخاف عليه تقول الدباب يضره وتزده، بس المطبات الرفيعة لا تاخذن على طول عشان الكرتير اللي تحت ما يضرب عشان ما ينعفط عليك ويبدأ يخر وانخر يلا سلم على مكينك، إذا أنت ما درت عنه تمشي بدون زيت يلا سلم على المكينة، دائما اذا لفيت زي كذا ناظر بمرايه لا يمنع تلتفت زواد حرص ثم ندق اشاره كذا امشي بثلاثه وهاد فرامل قدام خفيف مع ورا خفيف كلهن يعني حط 50% ذي و 50% ذي عيت حط بواحد كذا ريح الدباب وامشي عشق تعشيق طبيعي والامور سهلات دائما تلفت خاصة بالزحمة شوف مراية التفت سيدة زوادة خلك حريص بس لا تلتفت كثير وقت معين عشان ما تفحش لازم تشوف اللي قدامك أنت
جالسين الاجواء الحين والله بردت، اجواء حلوه يعني مو برد برد بس يعني اجواء حلوه تساعد الطلعات. هذا شارع الفخريه بعنيزه، هذا وودن كوفي، عاد ما ادري نطقته صح ولا جبت العيد بعد. المهم الشارع ذا يعني كله بو مطاعم بو كافيهات بو اسواق ما ادري ايش قال لهم. هذا بي سافن كوفي، هذا الشا ونجمة حزاز زي كذا. احلى ما بشجر ذولي بردن على الطريق يعطنك براد. يا سلام، زي كذا خليك مركز. شوف هذا مفرم اليمين، هذا مهدي يعني عادي، فجأة واحد يلف خلاص الاشارة عطتك واحد اثنتين خلاص لا تعاند، يمكن احد مسبق الاشارة بيقطع ثم تروح بكشنة كذا. هاد عطوا نمر خفيف، الفرامل قدام خفيف مع وراء وستوب حلو. اذا صار الجو حر حر طف الدباب، اذا حسيت الاشارة بتبطي يعني مو بفاتحة طف وخلى الدباب يرتاح، خذ نفس انت. خلنا نفتح القزاز ناخذ نفس حنا شوي.